عند زيارته لأيتام صغار وقدموا له تحية الضيف، هل يجوز له تناولها أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ فقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تم القرآن الكريم بالأيتام من حيث حفظهم ورعايتهم وتنمية أموالهم، بل وأوصى الآباء برعايتهم قبل موتهم، وذلك من خلال قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، سورة النساء. وهذا من باب رد الجميل بأجمل منه والهبة بأفضل منها. فتقوى المؤمن تجعله قريبا من ربه، قريبا من إخوانه المسلمين، حتى من الجيران والأقربين، وكما أنه بحسن تعامله معهم يملك عطفهم عليهم ورعايتهم لهم بعد موته. كما تم القرآن بالتوصية على رعاية أموال اليتامى وعدم الاقتراب منها، حيث قال جل شأنه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، سورة النساء. كما أوضح المصطفى صلى الله عليه وسلم خطورة التعدي على أموال اليتامى، حيث جعل أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، وهو حديث متفق عليه. قال علماء التفسير: لما نزل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قام الصحابة رضي الله عنهم من باب التحوط عزلوا أموال اليتامى وطعامهم عن طعام أولادهم وزراريهم، خشية من تحقق هذا الوعيد في حالة بقاء اختلاط الأموال والطعام بطعام العائلة. فاشتد الأمر عن اليتامى، وصار طعام اليوم يبقى أياما لعدم التشجيع على تناول الطعام مع بقية العائلة، وكان الطعام أحيانا يفسد ويرمى به. لذلك جاء الأمر من المولى جل علاه بإعادة خلط المال الخاص بالطعام بمال العائلة، مما ترتب عليه العودة إلى اختلاط طعام اليتامى بطعام بقية العائلة، مع التحذير من المولى جل علاه بأنه مراقب للجميع ويعلم مفسد من المصلح، حيث قال جل شأنه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم مفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم، من سورة البقرة. ثم نزل تذكير المصطفى صلى الله عليه وسلم برعاية الله تعالى له، حيث نشأ يتيما فحظي برعاية ربه له، قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. ثم أمره بعدم قهر اليتيم أثناء تربيته وتأديبه، ومعلوم أن المقصود بذلك أفراد أمته، فقال جل شأنه: فأما اليتيم فلا تقهر. أما ما يسأل عنه السامع عن حكم تناول تحية الضيف من مال اليتامى، فإن تناوله لهذه التحية تترتب عليه سعادة هؤلاء الأيتام، لأنه قبل تحيتهم إكراما لهم. لكن من جانب آخر ينبغي له أن يختار بعض المناسبات ليقدم لهم شيئا من الهدايا التي تفوق قيمتها قيمة التحية التي سبق أن تناولها عندهم، فيكون بذلك قد حاز الحسنيين، حيث أسعدهم بقبول تحيتهم وأحسن إليهم بتقديم بعض الهدايا التي تشعرهم باهتمامه بهم ورعايته لهم. هذا وبالله التوفيق.